علم وامتحن وقدم، علمني نقرا ونكتب، علم وامتحن وقدم. مهما كان صعب امتحان الدنيا امتحانها اصعب، مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها اصعب. إذن متتبعي قناة تبادل المعلومات التقنية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح المبسط إن شاء الله الذي سوف نخصصه أو المدرج تحت عنوان كيفية إنشاء مختصر على لوحة المفاتيح. إذن هذه الطريقة تفيدنا بزاف، بحال الناس اللي راهم يتعاملوا يوميا مع شي برامج وإلا يتعاملوا مع شي شي فيشي دي دوسي كذا كذا، دابا يحيدوا عليهم ديك الطريقة تاع مثلا كنروح نقلب عليه في البيرو ولا كنروح نقلب على هذا البرنامج ولا كهذا الفيشي كنقلب عليه في ديسك لوكالسي ولا في ديسك دير بصفة عامة ديال الحاسوب. بالتالي اليوم إن شاء الله راح نشرحوا طريقة اللي من خلالها أنه بنقرأ فقط على لوحة المفاتيح كيدينا للبرنامج ولا للدوسي ولا للفيشي اللي رانا نحتاجه. داكور، إذن أول خطوة اللي كنقوم بها هي أنه لازم ليا أني نبحث على الملف وإلا المجلد وإلا مختصر البرنامج ونضعه في سطح المكتب. أول خطوة، لأنه أول شرط باش نشكل هذا المختصر لازم يكون عندي مختصر في سطح المكتب، يعني لازم يكون عندي الراكورسي دون البيرو، سما في البيرو لازم يكون عندي راكورسي. دونك راح نشوف واحد المجلد ونروح نوضع له راكورسي كلافي وتبعوا معنا. منو ديماري ابل كلاود دوكيوم ايماج موس جاجيس اورديناتور بار دو اورديناتور vu d'élément disque local D vu d'élément paramètre مكتبة صوتية. مكتبة صوتية مثلا أو مكتبة صوتية، هذا نوقف عنده بالكرسر. إذن هذا عبارة على مجلد، خصني ندير هنايا ابليكاسيون كونتكست برو رنوب سبسكرايب كوبي انفويي فيرسو منو بيرو كري ان راكورسي بي ان سور 8. إذن بيرو كري ان راكورسي disque local D vu d'élément liste مكتبة صوتية. إذا خلاص كنحيدو هذا الديسك لوكال دي، كنحيدوه بالت اف 4. نروحو لسطح المكتب ويندوز ام فولدر فيو ليست جوجل كروم ام ماكافي سكيور ام موزيلا ام مايكروسوفت ام ميوزيكس ام مكتبة صوتية راكورسي 30 سور 30 ام ماكافي سكيور ام ام مايكروسوفت ام ميوزيك ستوديو راكورسي 26 supprimer folder view list El Jawera non sélectionner sur 20M MacFS M Mozilla M Micros M مكتبة صوتية راكورسي 29 إذن تشكل لي هنايا الراكورسي مكتبة صوتية راكورسي، وين هي عبارة على مكتبة نطقة فيها مجموعة من الأوديو بوكس من الكتب ديالي من الكتب النطقة. دونك هذا أول حاجة لما وقفنا عليها بالكيرسر تكون سيليكسيوني مباشرة برك على Alt Entry Alt ومعها Plus Entry. إذن خرجت لي لابوات دو بروبريتي. إذن هنايا كانت مشى بالطابيلاسيون أولا زيدو تاب. إذن تاب مرتين يقول لي توش دو راكورسي سيزي سي رابيدمو اتوكين، يعني ما عندي حتى هنايا حتى راكورسي. إذن هنايا كنبرك على حرف، ندير نكتب حرف أما دائما نكتب حرف بداية اسم المجلد أو بداية اسم الملف أو بداية اسم مختصر البرنامج. إذن هنايا نكتب حرف الأم بحال ماما أم ك نطلع دروك الان بالطابيلاسيون دائما حتى الاوكي اكزيكوت كومونت ان بلاس شانجي دي افونس اوكي بوتون اوكي انتري. اذا هنايا شكلت ما يعرف باختصار لوحه مفاتيح، يعني انشات اختصار لوحه عن طريق لوحه المفاتيح لهذا المجلد اللي هو مجلد المكتبه الصوتيه. مكتبه صوتيه كما قال لكم مكتوبه اون فرونسي.
كتبتها بالعاني بالأحرف اللاتينية، لأنه الكثير منا أنه يتعامل باللغة اللاتينية، ماذا بينا معظم البرمجيات وإلا مختصرات الملفات إلى غير ذلك، حاولوا أنكم تسموها بهذه اللغة، خاصة الناس اللي مرامش حافظين الكلافي، لأنه معظم الدروس اللي قدمناها في الشرح وقدمها كذلك الأخ مهدي ندوان كان مركز كثير على اللغة اللاتينية، سواء اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، يعني بالأزرتي بصفة عامة. هنا من المستحسن ولا من المستحب أنه مدامنا حافظين ليتوش دي كلافي، مدامنا حافظين ليلاتخ أون فرونسي، ماذا بينا كان استعملوا هذا الأسماء البرمجيات وأسماء المجلدات، أسماء الملفات الرئيسية اللي نحتاجوا لها يوميا ونحتاجوا نتعاملوا معها، كان كتبوهم باللغة الفرنسية، لما نجيو ندورو لها راكورسي جينا الأمر سهل. إذن هنا تم تشكيل، نعاودوا نتأكدوا هل ترى هذا المختصر كما لاحظتوا مقبل، مقبل لاحظتوا باللي أنا مشيت حتى الأورديناتور وقلبت على هذا الديسك لوكال دي، وبعدين قلبت على هذا المجلد ديال المكتبة الناطقة، وبعدين بجدرت للراكورسي. الآن بكل بساطة لما نحب نفتح هذا الملف غادي نبرك على Alt Control اللي جات عليه لاغوش ديال الاسباس، عفوا على دروات ديال الاسباس، على دروات ديال الاسباس مباشرة نلقاو Alt Control، هاد لاتوش كان بقى برك عليها وكان ضرب ضربة على حرف الام بحال ماما، وين راني سميت مكتبة صوتية. Vue d'éléments liste. Coupe type M. Al-Jawz M. Al-Qay M. Al-Muqaf M. Tufail. إذن تفتحت أمامي مباشرة، مباشرة تفتحت أمامي المكتبة الناطقة، تفتحت أمامي مباشرة المكتبة الناطقة بكل بساطة. كنت قادر روح نقلب عليها في سطح المكتب ونبذل جهد، وكان كليك على أونتري كي تفتح لي أنه راكورسي في سطح المكتب، لأنه جبت لها رابط من اورديناتور من المكان تاعها، من ستوكاج ديالها اللي هي وين كانت ستوكي، كانت ستوكي في ديسك لوكال سي دي عفوا، وعاود جبت لها راكورسي لسطح المكتب، وبالراكورسي هذاك عاود شكلت لها راكورسي كلافي. اذا نفس الشيء بالنسبه لمختلف البرامج، هذا نفس الشيء بالنسبه للبرمجيات سواء في الانفيديا ولا مثلا هذا اللي راني نتعامل به الان، هو اكابيلا انكا بورتابل انفوفوكس 3. هذا استعملناه يتمشى بواحد الفيشيه دو كوموند اسمه كليكي اي سي، فيشيه دو كوموند اسمه كليكي اي سي. اذا كليكي اي سي هذا راح تحيدته من الملف، كوبيته راكورسي في سطح المكتب، ودرت عليه الت اونتري، كي رحت لسطح المكتب درت الت اونتري، خرجت لي البواط دو بروبريتي، عاودت طلعت حتى بالطابيلاسيون دو فوا، نكتب له حرف السي، وبعدين نعاود نطلع حتى ونلقى اوكي دي اونتري. اذا انا بكل بساطه لما نحب نكتب هذا الانفيديا نتعامل بها، لانه كما هو معروف بالنسبه للبرامج ولا البرمجيات المحموله انها ما تشتغلش معايا مباشره الا اذا انا اللي شغلتها، يعني ما عندهاش طريقه لا نمط تشغيل اوتوماتيك ولا نمط التشغيل التلقائي مع الويندوز. إذن هنا عفوا غادي نكيتي الانفيديا هذه اللي راها عندي الاكابيلا انكا بورتابل انفوبوكس، و إذن انسركي كيتيها. إذن الحاسوب ديالي راه صامت حاليا، ما كان فيه حتى شي، ما كان حتى شي توش كتمشى معايا، ولا المبصر اللي ممكن يشوف مي انا ما نشوفش، دونك ما كانش دي توش كتمشى معايا. غادي نبرك على Alt Control بلس حرف C زائد حرف C كتكتيفا. نعم وهو كذلك، هذه هي طريقة إنشاء مختصر لوحة المفاتيح لبرنامج معين أو لملف معين. نتمنى إن شاء الله، يعجبكم هذا الملفات، او نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا التطبيق ولا هذا الاستيس، لانه استيس سهل. وما تنساوش الضغط على
ديروا جيم للفيديو تاعنا والضغط على زر الجرس وعفوا تفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهات القناة تشجيعا لنا نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تحياتي العطرة لمجموعتنا عبر الواتساب، وكذلك تحية لمخرج هذا التسجيل اللي هو الأستاذ يونس بروين، وتقبلوا دائما تحية أخوكم رمزي من الجزائر في الإعداد والتقديم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمني 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 سيدي، علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي.